الآن نبقى في الكويت مع رئيس تحرير صحيفة دروازة نيوز صلاح للاج ضيفنا، مرحبا بك. الحديث كما استمعت ربما التعويل إن كان شعبيا أو حتى رسميا، الانتظار الكل مترقب للموقف الكويتي وهي التي لعبت دورا في الأيام الماضية في بداية الأزمة، الآن وقد وصلت يعني الأمور إلى هذا الحد، ما المتوقع من الكويت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أنه يوم حزين، وأستطيع أن أصفه أيضا باليوم الأسود. كخليجي يؤلمني جدا أن أرى دول الخليج بهذا الشكل، بغض النظر عن نوع الاختلاف أو الخلافات التي حدثت، فهي أمور سياسية. ساءني شخصيا قرار أظنه متسرع، وأتوقع خلال 24 ساعة أو 48 ساعة القادمة أن يتم التراجع عنه، ألا وهو طرد القطريين من الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية. سياسات الدول، أنت تعلم في هذه الدول لا، في قطر لا يوجد فيها برلمان، الإمارات كذلك لا يوجد فيها برلمان، السعودية لا يوجد فيها برلمان، فهذه الشعوب ليست لها أي دخل في موضوع السياسات أو رسمها. فأنت تلقي عليهم الآن كقطريين وتطردهم بسبب قرارات لن يشاركوا فيها ولن يتخذ رأيهم فيها وليس لهم رأي فيها، ونحن كمواطنين دول مجلس التعاون، نحن أهل وعيال عم وعيال خال ونسايب وجيران، فلنختلف، لا يضر ذلك أي شيء، ولكن أن نطرد مواطن خليجي، أنا أصر على أن الخليجي كل دول مجلس التعاون هي بلاده، ومن حقه أن يتجول فيها ويسكن فيها ويعيش فيها ويكون متواجد فيها. أما بالنسبة للدور الكويتي، ألاحظ من خلال تويتر أن الكل يتساءل، القطريين، السعوديين، الإماراتيين، ما هو موقف دولة الكويت؟ دولة الكويت يا سيدي لا يزال يعني رأسها الله يحفظه عراب السياسة وزعيم السياسيين في العالم وقائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد. الكويت دائما دولة تقف على الحياد. نقول لدول مجلس التعاون، نحن معكم، لسنا مع أحد ضد أحد، نحن معكم جميعا، والكويت مع الجميع. ولا شك أن الموقف الكويتي خلال الأيام القادمة سوف يتضح أكثر، وهو لم الشمل ورب هذا الصدع الذي نتمنى أن ينتهي. والأمر الغريب والمثار الآن هو إذا كانت قطر تم قطع علاقات معها بسبب تعاملها مع إيران، ألا يجدر بكم قطع علاقاتكم أنتم مع إيران بالأصل إذا كان هذا هو السبب؟ فنتمنى التهدئة من الجميع. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة جدا بسياساتها واقتصادها، وتعلم وتعي، ونعلم عقلها وحكمتها في هذا الأمر. نتمنى أن يكون هناك مؤتمرا قريبا يجمع الفرقاء على طاولة واحدة ويحل هذا الأمر. والله إنه فزع في الخليج. أنا شخصيا أشعر بنفس إحساس الغزو العراقي على الكويت آنذاك. الأخوة عندما يتفرقون بهذا الشكل ومواطنين يطردون وعلاقات بين الأخوة تنقطع، أمر مؤلم، أمر لا يرضي أحد، لا يرضي الشعب السعودي ولا القيادة السعودية. أنا واثق تماما أن القيادة السعودية اتخذت هذا القرار وهي حزينة، وأعلم أن الإمارات اتخذت هذا القرار وهي حزينة، وكذلك البحرين. أمر محزن يا سيدي ما يحدث الآن في دول مجلس التعاون، لا يفرح فيه اليوم. الآن إيران أسعد دولة في العالم، ترى من كانوا ضدها، الكتلة التي هي بالمقابل وهي ضدها وتحاربهم في اليمن، يتفرقون الآن ويقطعون علاقاتهم ببعض ويقطعون أرحامهم. هذا أمر يا سيدي لا نقبله ولا نتمناه، ونعول كثيرا على حكمة قادتنا في دول مجلس التعاون. نعتقد أنهم حكيمين جدا، ونعتقد أنها ما هي إلا سحابة صيف وستمر بإذن الله، ونحن في شهر فضيل، ونحن أهل وعيال عم وأقرباء، ومصيرنا واحد وحدودنا واحدة. نحن نطمح للوحدة قبل أيام، قبل أشهر كنا نتكلم عن الفيدرالية الخليجية الموحدة بعملة واحدة، حدود ملغية، علم خليجي واحد، جواز واحد. ما بالنا اليوم، أمر صعب، ونتمنى فعلا أشكر يعني تواجدك معنا، أتمنى فعلا أن ينتهي ذلك وأن نفرح بتجمعنا
وأتمنى وأتوقع أن يكون لقاء في أرض الصداقة والسلام دولة الكويت، ويجتمعوا ويحلوا أمورهم، والله نفرح والسعودية ستفرح وأهل قطر سيفرحون وأهل البحرين سيفرحون وأهل الإمارات سيفرحون. تكفون يا قادتنا يا تاج راسنا، تكفون توحدوا تجمعوا والعنوا بليت وهلا. شكرا لتواجدك معنا رئيس تحرير صحيفة دروازة نيوز صلاح العلاش من الكويت.